بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. هنروح سريعا دلوقتي لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجد التحيه ليك طبعا من جديد كابتن ايمن شوقي كابتننا الكبار كل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم في توقيت مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. عندنا طبعا مباراه الزمالك القادمه، لكن كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد، كانت مهمه جدا المباراه النهارده وتحضيرها كان مهم جدا، لكن الحمد لله على الفوز وعلى النتيجه. بتشوف الجيم النهارده ازاي وحابب تقول يا كابتن سيد بعد الفوز النهارده؟ اقول الحمد لله طبعا، يعني فوز مهم مع فرقه يعني عندها رتم عالي جدا جدا في الاداء ومقدمه موسم الى حد كبير جدا كويس بالتاكيد يعني، وكمان يسبق مباراه القمه. يعني زي ما قلت هي مرحله مش سهله، ان شاء الرحمن نختمها بمباراه الزمالك باذن الله بشكل كويس. هنقفل على الصفحه اللي فاتت بكل ما فيها بقى، بكل حلوها وبكل مرها، لكن مهم ان احنا نفوز ومهم ان احنا يبقى عندنا افضليه في اللقاء. يعني هنعسكر ان شاء الرحمن من بعد بكره عشان عندنا مباراه مهمه جدا جدا جدا، ان شاء الرحمن نحضر لها كويس ونستعد لها كويس، ان شاء الرحمن ناخدها بشكل كويس قوي عشان نختم المرحله ديت ونخش على دور الثمانيه في افريقيا باذن الله. يمكن الجهاز الفني بيحاول يشتغل بكل جهد يا كابتن سيد، لان الضغط كبير جدا بالنسبه للمباراه. الدوافع باللعيبه ازاي، الرغبه ازاي، بيتكلموا ازاي مع اللعيبه الفتره؟ كل ما بنعدي بنكسب، يعني كل ما بنعدي ايام بنكسب لعيبه، لعيبه كانت مصابه، لعيبه مؤثره، لعيبه عندها خبرات وعندها امكانيات وعندها فروق كمان بتاديها. هيرجع لنا في الفتره اللي جايه ممكن بعد 5 6 7 ايام ممكن يبقى عنصر او اثنين ان شاء الرحمن، بعد مباراه الزمالك وبعد مباراه سان داونز، يعني ما بين المباراه الاولى والثانيه هيبقى في عنصرين كمان داخلين ان شاء الرحمن، وده بيدي لك قوه. يعني خلينا نقول بس ان المرحله اللي فاتت كانت مرحله يعني شهدت حاجات كتير قوي، نقفلها بكل ما فيها، مهم ان احنا نخش ان شاء الرحمن ونختمها واحنا بافضليه في عدد النقاط ان شاء الله. كل اللي تركيزي وكل اللي هقدر اقوله في الوقت الحالي ان احنا من بعد بكره ان شاء الرحمن هنخش معسكر تحضيري مهم جدا، هنقفل على نفسنا بشكل كويس، هنستعد بشكل كويس ونختم المرحله مع الزمالك ان شاء الرحمن، وبعدين نخش على مباراه سان داونز. تحب تقول للعيبه قبل المباراه الهامه هي مباراه الزمالك؟ انا عارف مش محتاجين رسائل، لكن لابد تحفيز ولابد الرغبه كابتن سيد من قيمه كبيره جدا زي الكابتن سيد عبد الله. اقول لهم دايما الامر يعني توفيق ربنا طبعا سبحانه وتعالى في الاول، لكن دايما بيبقى في ايدك، الامر في ايدك، انت هتخش بشكل كويس، هتخش بتركيز، اوعى تفتقد حاجه هي اللي مميزانا. ممكن في بعض الاوقات ما نبقاش احنا الاعلى فنيا، في بعض الاوقات بتبقى يعني في فروق مختلفه عنك ولا حاجه، لكن انت بجدعنتك وروحك واصرارك وعزيمتك بتعوض حاجات كتير جدا جدا. صحيح كان عندنا غيابات كتيره ومؤثره ومهمه في الفرقه، لكن احنا دايما بنراهن على الروح بتاعتك، اوعى تفتقدها، اوعى تهزك اي حاجه، خليك بالشخصيه القويه جدا، حتى لا قدر الله لو مفيش توفيق بس شخصيتك موجوده واساسيه ومؤثره. يعني برضه هقفل الصفحه مش عايز اتكلم فيها كتير يعني، لكن كل اللي انا اعرفه وكل اللي انا متاكد منه كل اللي هنقوله، احنا عندنا يعني 4 ايام اول مره نشم نفسنا سنه يوم زياده يعني ان شاء الله. من بعد بكره باذن الله على طول هنخش معسكر مغلق، هنقفل على نفسنا بشكل كويس قوي ونستعد لختام مرحله مهمه ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا بكل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيها للنادي الاهلي. فوز يا كابتن ايمن كان مهم جدا زي ما اكدنا، لان يمكن انت عارف النادي الاهلي كان في بعض النتائج خلال المباريات الماضيه، لكن بالاصرار والجديه وشخصيه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل. تحدي كبير تحدي المباراه القادمه هي مباراه الزمالك، ان شاء الله يكون التحضير جيد في ظل ضغط المباريات الرهيب اللي بيمر على بطوله الدوري العام وتحديدا النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.